وصلنا للاضطراب الثاني من المجموعة الثانية لاضطرابات الشخصية، واللي هو الـ Borderline Personality Disorder أو اضطراب الشخصية الحدية. الشخص المصاب باضطراب الشخصية الحدية هو شخص عنده نمط شامل من عدم الاستقرار في العلاقات مع الآخرين، وعدم استقرار نظرته لنفسه self-image، وفي ردود أفعاله وفي اندفاعيته الواضحة. قبل ما أشرح عن هيدا الاضطراب، إذا ما كنت شايف الحلقة اللي حكينا فيها عن اضطرابات الشخصية وطرق علاجها، بتمنى تشوفها، لحط الرابط تبعها هون قبل ما نحكي عن هيدا الاضطراب. لحتى نقول عن شخص انه في عنده Borderline Personality Disorder، لازم يكون عنده خمسة او اكثر من الاعراض التسعة اللي رح اذكرها. العرض الاول منه هو العرض الرئيسي فيني سميه، او هو العرض الاشهر اللي معظم الناس اللي عنده Borderline Personality Disorder بيعانوا منه. رح تشوفوا انه باقي الاعراض يعني تقنيا هي تنضوي تحت هذا العرض، او هي نتيجة له، واللي هو الخوف الشديد غير المبرر من الهجران، سواء التخيلي او الحقيقي او حتى الترك. وبيكون في عنده خوف فظيع من انه اي حدا يتركه باي علاقة هو موجود فيها، سواء كان هذا الترك مؤقت ولو كان منطقي يعني لفترة معينة. واذا كان شخص مثلا تأخر عنه على موعد او اضطر الى الغاء هذا الموعد لاسباب حقيقية وواقعية، يقوم بتأويلها بسبب أو بطريقة سيئة جدا. السبب الحقيقي وراء هذا الأمر هو وجود حساسية مفرطة عنده للحاجة لوجود أشخاص آخرين حوله. بما أنه عنده هيدا الخوف من الهجران، فهو لح يكون في عنده حالة من علاقاته تتسم بعدم الاستقرار، اللي بيصير عمليا كالتالي. وقت هذا الشخص المصاب بالـ Borderline Personality Disorder بيتعرف على شخص جديد لأول مرة، خلينا نقول، وشعر بأنه هذا الشخص يعني حابب يكون في معه علاقة، أو هذا يكون شخص مقرب لإله. فلح تلاقيه اللي بيصير عمليا معه أنه حينتقل ما بين نقيضين بشكل فظيع وبشكل غير مبرر وبعملية سويتش. الحالة الأولى أنه هذا الشخص الجديد اللي أنت تعرفت عليه، لح تلاقيه عمل نوع من التقديس لهذا الشخص والتعظيم والمثالية له، وانه خلص هذا الانسان اللي انا بدي يكون موجود معه بشكل دائم، بيكون كتير demanding او متطلب، لانه هذا الشخص الاخر يعطيه كل الوقت ويشغل حاله معه ويكون متواجد معه كل الوقت. ولح تلاقيه فورا وبسرعة، يمكن من اللقاء الاول او اللقاءات الاولى، يعني صار منفتح الى ابعد الحدود وعم يحكي له كل اسراره وافكاره الى اخره. اللي بيصير انه عادة يعني معظم الناس ما لح تكون جاهزة لان تلبي له الحاجة الشديدة اللي عند هذا الانسان، لانه يكونوا موجودين بحياته بنفس الكمية او يبادلوا حتى نفس العمق بالعلاقة اللي هو عم يطلبها. فوقت بيشعر بهذا الشيء بيعمل فليب او انقلاب او سويتشينج للحالة المناقضة تماما، من قمة التقديس لهذا الانسان الى قمة التحقير والاحتقار له، ويعني وصفه باشنع الامور. وفي برر هذا الشيء ببساطة بانه هذا الانسان لم يعطني الشيء اللي انا اتوقعه من وجهة نظره، الشيء اللي انا استحقه. انا كنت منفتح جدا لكن هو ما منفتح بنفس الطريقة، انا بدي اياه يكون موجود معي بوقت طويل لكن هو عم يعتذر لانه عنده مشاغل او عنده كذا وكذا. ف يعني من النادر يلاقي شخص انه يلبي له هيدي الامور. فعلى الاغلب العلاقات اللي بيوقع فيها بتكون تتميز بهذا النوع من عدم الاستقرار بالشكل العام. وهون بنتقل للعرض الثالث، اللي هو في عنده عدم استقرار بنظرته لنفسه بالسيلف ايمج، اضطراب بالهوية واضح جدا. يعني مثل الانقلابات هي اللي عم تصير بعلاقاته مع الاخرين، بصير عنده نفس التقلبات بحالته الذاتية. مو بس هيك، يعني ممكن يبدل خططه بشكل بطريقة جذرية ودراماتيكية، حتى ممكن خطط العمل، مستقبله المهني كله يقوم بتبديله بطريقة، هويته الجنسية ممكن يبدلها،
قيمه، مبادئه، أفكاره ممكن ينقلب من إنسان مستكين ضعيف بحاجة ماسة إلى أن يكون مع أشخاص آخرين إلى إنسان قمة في الشر يريد أن يؤذي وينتقم الأشخاص الآخرين الذين أساءوا له من وجهة نظره، مثل المثال اللي أنا حكيته اللي هو عمليا ما في إساءة واضحة لكن هو يقرأها كإساءة. العرض الرابع من أعراض الـ Borderline Personality Disorder الاندفاعية الواضحة. اندفاعية رح تكون بمجالين على الأقل من المجالات التي يعني تسبب تدمير ذاتي للإنسان أو من الممكن أن تسبب له الأذى لنفسه، مثلا إنفاق في الإسراف المالي بشكل فظيع، علاقات جنسية غير آمنة، مقامرة، الأكل بشراهة، وهم بنشوف بعد شوي رح نحكي إنه كتير بيترافق هيدا الاضطراب مع اضطرابات الـ Eating Disorders. فاستعمال المخدرات بده يكون عم يسلك منحيين من هيدي الأمور باندفاعية كبيرة تنضوي على مخاطرة ذاتية أو إساءة للنفس أو أذية لها. العرض الخامس هو سلوك انتحاري متكرر أو تهديدات متكررة بالانتحار أو سلوك فيه إيذاء للنفس، مثل إنه يحرق نفسه أو يجرح نفسه بشكل متكرر. سبب هذا الموضوع هو خوفه، وبالأخص السلوك الانتحاري والتهديدات الانتحارية، الخوف من الهجران والترك. يعني هو شخص عمليا ممكن يقتل نفسه أو ينتحر في حال تركه شريكه بالعلاقة، أو بيهدد بده يحاول يحافظ على العلاقة إنه إذا بتتركني أنا بقتل نفسي. والسلوك الإيذاء الذاتي على الأغلب يكون لأنه فقد الشعور بنفسه. تذكروا موضوع اضطراب الهوية، ممكن يوصل عنده اضطراب الهوية لدرجة إنه يشعر بعدم وجوده على الإطلاق. فوقت بيوصل لمرحلة عدم الشعور على الإطلاق ممكن يقوم بإيذاء نفسه لأنه بده يشعر بشيء، فالشعور بالألم أفضل من إنه هو ما يشعر بأي شيء على الإطلاق. العرض السادس هو عدم استقرار انفعالي ناجم عن التبدلات الجذرية بالمزاج، قد تستمر لبضعة ساعات أو لبضعة دقائق ومن النادر أن تستمر لوقت طويل. وهيدي التبدل الانفعالي نتيجة الاسترس اللي هو عم يحس فيه بسبب قلقه الدائم وخوفه الدائم من الهجران والترك وأن يبقى وحيدا. العرض السابع هو إحساس مزمن بالفراغ، بالإمبتينس. هو بيشعر بالملل بسرعة، دايما هو بحاجة لأنه يشغل نفسه بأشياء معينة. العرض الثامن غضب شديد غير مبرر أو صعوبة بكبح جماح غضبه، ممكن يغضب لأتفه الأشياء ويسيء إلى الآخرين بشدة. وتسعى العرض الأخير هو دايما عنده أفكار شكوكية، مش دايما لكن عنده أفكار شكوكية ممكن تستمر معه لبضعة ساعات بنتيجة الاسترس نفسه اللي حكينا عنه ممكن يصير معه. لكن من الضروري تنتبهوا أو تميزوا ما بين الـ Bipolar Disorder وما بين Borderline Personality Disorder. Bipolar Disorder صح اتنيناتهم عم نحكي فيهم تبدلات وما بين إنسان، لكن الـ Borderline Personality Disorder هو Personality Disorder، مثل ما حكينا بحلقة الحلقة التقديمية للـ Personality Disorders، هذه حالة مزمنة تصبغ شخصية الإنسان، بينما الـ Bipolar Disorder هو مرض نوبات. رجعوا شوفوا حلقات الـ Bipolar Disorder لحتى تفهموا علي شو عم بحكي. وبالمناسبة الشخص المصاب بالـ Borderline Personality Disorder بيشعر بالأمان أكثر بتعلقه بمثلا الحيوانات الأليفة أو بتعلقه بالجمادات بالأشياء rather than أو أكثر من أو بدلا عن تعلقه بالأشخاص، لأنه الجمادات والحيوانات الأليفة يعني ما لح تعمل له هجران أو ترك، اللي هو بيبقى دايما خايف منه بشكل غير مبرر بعلاقاته مع الآخرين. من الأمور الشائعة بطفولة الأشخاص المصابين باضطراب الشخصية الحدية الإهمال في الطفولة، فقدان أحد الأبوين، تعرض لي الاعتداءات الجنسية أو التعرض للاعتداءات الجسدية.
هيدي أسباب بيئية تحفز أن يصبح لدى الإنسان borderline personality disorder، لكن بنفس الوقت في سبب جيني واضح في هذا الاضطراب، لأنه هذا الاضطراب يتفشى أكثر بخمس مرات بين أقارب الدرجة الأولى من تفشيه ما بين عموم الناس بشكل عام. وبالعائلات اللي منتشر فيها أو موجود فيها أشخاص عندهم borderline personality disorder بيتفشى عندهم اضطرابات الاكتئابية، اضطرابات ثنائي القطب، اضطراب شخصية معادية للمجتمع، واضطراب تعاطي المخدرات. وبالنسبة للأشخاص المصابين بال borderline personality disorder ما له من النادر أبدا أنه يترافق مع اضطرابات الشخصية الأخرى كلياتها، أحد أنواع اضطرابات الاكتئابية، أحد أنواع اضطرابات البايبولر، اضطرابات تعاطي المخدرات، اضطرابات الأكل وبالأخص الشره المرضي العصبي، واضطراب ما بعد الصدمة والـ ADHD. خطر الانتحار بيكون عالي جدا عند الأشخاص المصابين بالـ borderline personality disorder إذا ترافق مع اضطراب اكتئابي أو مع اضطراب تعاطي المخدرات. وبالواقع 8 ل 10% من الأشخاص اللي عندهم borderline personality disorder يقوموا وينفذوا فعلا الانتحار، وخطر الانتحار يكون في أعلى ما يمكن بفترة الشباب ويتناقص تدريجيا مع التقدم في العمر. ويعني بكل أسف هذا الاضطراب بالنسبة للبنات، بكل أسف هذا الاضطراب يتفشى بشكل ساحق لدى الإناث. 75% من المصابين بهذا الاضطراب هن من الإناث، و25% من الذكور فقط. ومع أنه هذا الاضطراب هو عمليا اضطراب مزمن مثل باقي اضطرابات الشخصية، لكن يجنح لأن يعني تخف أعراضه منذ فترة الثلاثينات والأربعينات من العمر. وأنا برأيي بما أن الغالبية الساحقة من البنات اللي بيتعرضوا لهذا الاضطراب، فبشكل طبيعي يعني البنات بفترة الثلاثينات والأربعينات من العمر عندهم دافع لأنه يكون في عندهم عائلة ويحافظوا على عائلتهم، يكون عندهم أطفال وإلى آخره، أو عندهن. فيعني على الأغلب سيجنح إلى أن تخف الأعراض اضطراب الشخصية الحدية بسبب رغبتهم في المحافظة على عائلتهم وعملهم. وبالتالي بالثلاثينات والأربعينات ممكن يعني يجنح الشخص لأن تصبح علاقاته أكثر استقرارا وحياته أكثر استقرارا مما كان عليه بفترة العشرينات أو بفترة المراهقة. والخبر السار يعني بالنسبة للمصابين بهذا الاضطراب انه كتير من الناس اللي لجأوا للعلاج وبدأوا بمسيرة او رحلة العلاج من اضطراب الشخصية الحدية حققوا تقدم واضح جدا من خلال السنة الاولى وبخلال المتابعات اللاحقة. الغالبية منهم بعد 10 سنين من بداية العلاج يعني وصلوا لمرحلة انه لا تنطبق عليهم جميع معايير اضطراب الشخصية الحدية. فإذا صح هو مرض مزمن، وصح هو مرض بشع، وصح هو مرض يعني يؤثر جدا على علاقات الإنسان، لكن إذا كان طلبنا العلاج من هذا المرض واشتغلنا على العلاج عليه ففي أمل كبير بأنه يتحسن الحال. حديثنا القادم رح يكون عن الهيستريونيك بيرسوناليتي ديسوردر، الاضطراب الثالث من المجموعة الثانية لاضطرابات الشخصية. اعملوا اشتراك بالقناة وفعلوا الاشعارات في حال انتم ما كنتم عاملين هيدا الشيء مشان يصلكم اشعار، بس ارفعوا الفيديو. بشوفكم بالحديث القادم.